بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، دائما تحت إشراف مديرية التربية لولاية معسكر سنواصل في تقديم دروس الدعم لفائدة التلاميذ السنة الثالثة تسيير اقتصاد مادة التسيير المحاسبي والمالي، دائما مع نفس الوحدة، وحدة رقم 15 حساب التكاليف والنتيجة التحليلية. سنمر إلى عنصر آخر ألا وهو سعر التكلفة. إذا للتذكير، في الحصة السابقة قمنا بحساب تكلفة الإنتاج، وقلنا بأن تكلفة الإنتاج تساوي تكلفة شراء المواد الأولية واللوازم المستعملة زائد أعباء إنتاج مباشرة زائد أعباء إنتاج غير المباشرة. وفي الأخير قمنا بحساب التكلفة المتوسطة المرجحة للوحدة في الوضعية التي أمامنا، دائما مع نفس الوضعية سنعيد قراءتها بعجالة. تنتج مؤسسة أمل منتجا واحدا أ باستعمال مادة أولية واحدة أ، وكانت لدينا معطيات شهر أفريل كما يلي: مخزون أول الشهر 1500 كيلوغرام من المادة الأولية أ، 2500 وحدة من المنتج التام أ، مشتريات الشهر قابلت المؤسسة بشراء 8000 كيلوغرام من المادة الأولية أم 25 دينار. الإنتاج كنا قلنا سابقا بأن المؤسسة قد أنتجت 5000 وحدة من منتج أ باستعمال 7000 كيلوغرام مادة أولية من أم. بخصوص المبيعات، اليوم راح نركز كثير على المبيعات، قامت المؤسسة ببيع 4000 وحدة من المنتج أ بسعر 200 دينار جزائري للوحدة الواحدة. ودرسنا اليوم بحول الله تعالى راح يكون درس سعر التكلفة. فقط تذكير، يعني حبيت أذكركم بأن التكلفة المتوسطة المرجحة للمنتج أ كانت 80 دينار جزائري. إذا أعيد، التكلفة المتوسطة المرجحة للمنتج أ كانت تساوي 80 دينار جزائري. ويمكنكم الرجوع إلى الفيديو السابق من أجل معرفة كيفية قمنا بحسابها. الآن نمر إلى حساب عنصر آخر، عنصر مهم، ألا وهو سعر التكلفة. إذا بصيغة مبسطة، سعر التكلفة ما هو إلا مجموع أو التكلفة الكلية، التكلفة الكلية التي يتحملها المنتوج، هي التكلفة الكلية يتحملها المنتوج منذ الشروع في إنجازه إلى غاية بيعه وتسليمه للزبون. أعيد، سعر التكلفة ما هو إلا التكلفة الكلية التي يتحملها المنتوج منذ الشروع في إنجازه، أي منذ أن تقوم المؤسسة بشراء المواد الأولية وتحويلها إلى منتجات إلى غاية بيعه وتسليمه للزبون. إذا سعر التكلفة سيضم كافة الأعباء والتكاليف. إذا أعيد، سعر التكلفة ما هو إلا التكلفة الكلية التي يتحملها المنتوج منذ الشروع في إنجازه إلى غاية بيعه وتسليمه إلى الزبون، ويحسب بالعلاقة التالية. إذا سعر التكلفة يساوي، دائما نرجع إلى التكلفة السابقة، إذا التكلفة السابقة التي كانت لدينا هي تكلفة الإنتاج. إذا سعر التكلفة يساوي تكلفة إنتاج المنتجات المباعة، سأكتبها بلون أحمر، تكلفة إنتاج المنتجات المباعة. ركزوا فقط على كلمة مباعة، زائد أعباء التوزيع المباشرة زائد أعباء التوزيع غير المباشرة. أعيد، يحسب سعر التكلفة بالعلاقة التالية.
قلنا دائما نرجع للتكلفة السابقة، يحسب تكلفة إنتاج المنتجات المباعة. ركزوا معي على كلمة مباعة، راح أفسرها لكم مصطلح لكم بصرحكم طريقة سهلة. راح نعود إلى مقصود أول مدة. كان لدى المؤسسة 2500 وحدة. ركزوا معي، كان لدى المؤسسة 2500 وحدة وأنتجت 5000 وحدة، بمعنى أن لديها 7500 وحدة من المنتج A. أعيد، كان لديها 2500 وحدة من A وقامت بإنتاج 5000 وحدة من A، بمعنى أنه لديها 7500 وحدة من A. ولكن احنا قلنا تكلفة إنتاج المنتجات المباعة 7500 لكل إنتاج موجود أمام أو لدى المؤسسة، وإنما نحن سنركز فقط على منتجات المباعة. إذا سنذهب إلى مبيعات وسنجد بأن المؤسسة باعت فقط 4000 وحدة، بمعنى أنها لم تبع كافة المنتوجات التي تمتلكها وإنما باعت جزء فقط ألا وهو 4000. إذا أعيد، تكلفة إنتاج المنتجات المباعة، وسنقيم المنتوجات المباعة هذه 4000 سنقيمها بالتكلفة المتوسطة المرجحة، يعني تكلفة الإنتاج. لهذا قلنا تكلفة إنتاج المنتجات المباعة، يعني نعود إلى الإنتاج التكلفة المتوسطة المرجحة ونقوم بضربها في عدد الوحدات المباعة، وسنقوم بحساب سعر التكلفة وتطبيق العلاقة في الجدول كالعادة. عندنا السعر التكلفة للمنتج A، البيان، كمية، سعر الوحدة والمبلغ. قلنا بأن سعر التكلفة يساوي تكلفة إنتاج المنتجات المباعة زائد أعباء التوزيع المباشرة زائد أعباء التوزيع غير المباشرة. بهذا تحصل على سعر التكلفة، وقلنا بأن سعر التكلفة هو التكلفة الكلية للمنتوج. إذا تكلفة إنتاج المنتجات المباعة، نذهب مباشرة إلى المبيعات. نذهب مباشرة، كم باعت المؤسسة؟ باعت المؤسسة 4000 وحدة من A، 4000 وحدة من A. إذا سنضع 4000 في الكمية. بماذا سنقيم هذه 4000؟ قلنا بأننا سنقيمها بتكلفة المتوسطة المرجحة التي حسبناها سابقا في تكلفة الإنتاج. أعيد، نقيمها بالتكلفة المتوسطة المرجحة التي حسبناها سابقا في تكلفة الإنتاج، وذكركم أن وجدناها تساوي 82 دينار جزائري للوحدة. إذا 4000 ضرب 82. نذهب إلى أعباء التوزيع المباشرة كما فعلنا سابقا في تكلفة الشراء وتكلفة الإنتاج. نذهب مباشرة إلى الأعباء المباشرة، حيث لدينا للشراء 40000 قمنا بحسابها سابقا، للإنتاج أيضا. الآن للتوزيع لدينا للتوزيع 60000 دينار جزائري. قدم لك المبلغ مباشرة، نقوم بوضع المبلغ عند أعباء التوزيع المباشرة. أما بخصوص أعباء التوزيع غير المباشرة كما جرت عليه العادة، نذهب مباشرة إلى جدول توزيع الأعباء غير المباشرة، وبما أننا في حساب سعر التكلفة نذهب مباشرة إلى قسم التوزيع. نذهب مباشرة إلى قسم أو التوزيع، وقلنا بأن الأعباء غير المباشرة ماذا تساوي؟ تساوي عدد وحدات العمل في تكلفة وحدة العمل. أعيد، عدد وحدات العمل في تكلفة وحدة العمل. في قسم التوزيع لدينا عدد وحدات العمل 4000، نضعها في الكمية، وتكلفة وحدة العمل لدينا 8. إذا 4000 في 8 ستعطينا 30000 دينار جزائري. سنقوم بحساب 4000 أول تكلفة إنتاج المنتجات المباعة، 4000 في 82 لدينا 328
ألف. إذن قد انتهينا من تطبيق العلاقات، سنقوم فقط بالحساب بشكل سريع. قلنا سعر التكلفة هنا، تذكروا جيدا، هنا عند الكمية نضع الكمية المباعة، هنا عند الكمية نضع الكمية المباعة. الكمية المباعة كم باعت المؤسسة؟ قلنا بأن المؤسسة باعت 4000 وحدة، نقوم بوضعها مباشرة ونقوم بحساب المبالغ. تكلفة إنتاج منتجات مباعة زائد أعباء توزيع مباشرة زائد أعباء توزيع غير مباشرة، إذا 328000 زائد 60000 زائد 32000، بهذا نحصل على المبلغ 420000. إذا سعر التكلفة يساوي 420000. سنحاول حساب سعر التكلفة، سعر تكلفة الوحدة الواحدة. هذا 420000 لإجمالي 4000. سنحاول الحصول على سعر التكلفة للوحدة الواحدة، إذا سنقوم بقسمة 420000 قسمة 4000، 420000 قسمة 4000، وسنجد 105 دينار جزائري. إذا سعر التكلفة الوحدة الواحدة يساوي 105 دينار جزائري. أعيد، سعر التكلفة يرسم العلاقة التالية، تكلفة إنتاج المنتجات المباعة، وقلت ركزوا نضع الكمية المباعة في التكلفة المتوسطة المرجحة التي قمت بحسابها سابقا في تكلفة الإنتاج، مضافة إليه أعباء التوزيع المباشرة التي تقدم لك مباشرة زائد أعباء التوزيع غير مباشرة التي تقوم باستخراجها من جدول توزيع أعباء الغير مباشرة. وقد خلصنا إلى أن سعر تكلفة الوحدة الواحدة يساوي 105 دينار جزائري. وفي الأخير أتمنى أن الدرس كان سهل، كان بسيط. إذا نشكركم على حسن الاتباع، ونلتقي في درس آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.